مساء النور وفيديو جديد تتم سلسلة القانون كيفاش احصل على الجنسية الفرنسية. بس هذا الفيديو خاص باخواننا الجزائريين، نعرفوا كيفاش ما هو القانون الفرنسي المشترك في الجزائر، وكيف اعرف ان جدي تابع للقانون الفرنسي المشترك. دونك غادي نفسروا لكل اخواننا الجزائريين كيفاش يعرف ان جد ديالو تابع للقانون الفرنسي المشترك، وبالتالي هنا غادي يشوف كمان موقف الجزائريين المولودين قبل 1962. شنو مصير هاد الناس المولودين قبل هاد السنة 1962، وكيفاش نقدم على الجنسية الفرنسية بعد ما خلاص تأكدت ان الجد ديالي تابع للقانون المشترك، القانون المشترك بين فرنسا والجزائر. دونك استنوني في الفيديو القادم وان شاء الله غادي نفسر لكم بكل بساطة وانا من الجزائر كيفاش نتقدم بالطلب للحصول على الجنسية الفرنسية. انا بغيت الفيديو هذا يدور حوالين كل اخواننا الجزائريين باش كل واحد يعرف الحق ديالو، وهل هو له الحق بطلب الجنسيه الفرنسيه ولا لا طبقا الجد ديالو والقانون والاستفاده من القانون المشترك بين الجزائر والفرنسا للحصول على الجنسيه الفرنسيه. دونك انا غادي نستنى تعليقاتكم واستفساراتكم. اي حد عنده نفس الملف سيبوا لي التعليقات وانا غادي نشوفها باش نرد عليها في الفيديو القادم بحول الله، وغادي نفسر لكم بالتفصيل كيفاش نعرفوا الحق ديالنا وكيفاش نتقدموا بطلب الجنسيه واحنا ماشي داخل فرنسا واحنا من الجزائر، خطوه خطوه مع بعض حتى ناخذوا الحق ديالنا في الحصول على الجنسيه الفرنسيه بقانون المشترك بين الجزائر وفرنسا. دونك في انتظار التعليقات ديالكم على الفيديو، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو تفصيلي بكل النقاط، وكمان رد على الاسئله الاخوه اللي غادي نلقاهم كاتبين لي تعليقات تحت الفيديو. فدونك ان شاء الله غنديروا سلسلات مهمه جدا خاصه بالجنسيه الفرنسيه، لانه كنلقى رسائل كثيره، فقلت نخليو شويه التعليم على جنب، يعني ماشي كتير طبعا غادي ننزل فيديوهات تعليمية، بس برضو الناس اللي داخلة عندي القناة ما كتعرفش كيفاش تدير كيفاش تحصل على الجنسية او هكا نساعدوهم شوية، وان شاء الله بحول الله انا معاكم حتى كل واحد عنده حق ياخده من لافرانس. اشوف تعليقاتكم غدا ان شاء الله، ومن بعد ندير لكم فيديو ان شاء الله غدا مساء. السلام عليكم.